مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. بيان الجيش: سامي عنان ارتكب مخالفات قانونية جسيمة. السيسي يجري الكشف الطبي للترشح لانتخابات الرئاسة. شهادات بلادي بالإسترليني. إسقاط عضوية أيمن نور بنقابة الصحفيين. وإليكم تفاصيل النشرة. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا قالت فيه: في ضوء ما أعلنه الفريق، مستدعى سامي عنان رئيس الأركان الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه من مخالفات قانونية مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط الجيش. وذكر البيان 3 مخالفات: أولا، أعلنه ترشح دون موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له. ثانيا، تضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد الجيش بغرض إحداث الوقيعة بينه وبين الشعب المصري العظيم. وثالثا، ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في الجيش على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق. وأضاف البيان إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة. أولاً، إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له. ثانياً، تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم. ثالثاً، ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة. الرئيس يستكمل خطوة الترشح قانونيا، فقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي الكشف الطبي لتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان الرئيس قد أعلن ترشحه الجمعة الماضية خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن، والذي تلقى خلاله أسئلة المواطنين عن فترته الرئاسية الأولى وما تحقق فيها من إنجازات. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد بدأت السبت الماضي بتلقي طلبات الترشح للانتخابات التي ستجرى في شهر مارس المقبل. في سياق متصل، دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين الوافدين إلى التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية الواقعة بنطاق تواجدهم لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك حتى يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم في المحافظات التي سيتواجدون بها أثناء أيام الاقتراع، والتي تبدأ في 26 مارس وتستمر لمدة 3 أيام. مصر لا تعارض إنشاء السدود بأعالي النيل بشرط عدم الضرر. هذا ما أكده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري في كلمته بمؤتمر المياه 3 لدول البحر المتوسط قائلا: لدينا أمل في التوصل إلى اتفاق عادل مع إثيوبيا لتقليل الآثار السلبية للسد على مصر، حيث توجد مساعي بين وزراء الخارجية للخروج بحلول مرضية لجميع الأطراف.
مشيرا إلى التعاون مع دول حوض النيل بالدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشروع الممر الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتنشيط حركة التبادل الاقتصادي والتجاري وزيادة تدفق الحركة السياحية. شهادات بلادي بالاسترليني. فقد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة عن موافقة البنك المركزي على الطلب الذي تقدمت به الوزارة لإصدار شهادات بلادي بالجنيه الاسترليني تلبية لرغبة الجالية المصرية بإنجلترا، وذلك لتعزيز دور مصر اقتصاديا واستثماريا، مشيرة إلى أنها على تواصل مع فرع البنك الأهلي بإنجلترا لتنظيم عمليات شراء المصريين لشهادات بلادي وتحديد موعد إتاحتها للجالية المصرية هناك. إسقاط عضوية أيمن نور بنقابة الصحفيين غير مسيس. فقد أكد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة إن القرار جاء لعدم سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من 5 سنوات متصلة، مؤكدا أن أيمن نور كان قد تقدم في يوليو الماضي عن طريق محاميه بطلبين لسداد الاشتراكات المتأخرة منذ مارس 2012، على الرغم أن آخر موعد للسداد هو نهاية شهر مارس، موضحا أن قرار إسقاط عضوية أيمن نور أمر عرضه السكرتير العام على اعتبار أنه لم يدفع الاشتراكات السنوية، وبذلك أتى القرار طبقا للقانون واللوائح وليس مسيسا على الإطلاق. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.